زين تمدد الكون وتوسعه وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. آخر آخر معلومة الآن أن الكون يتسع سبحان الله تبتعد النجوم عنه وإنا لموسعون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما انفصال الأرض عن السماء. نعم. معلومة جديدة كروية الأرض. يعني لاحظ ابن حزم صار تقريبا 1000 سنة توفي سنة 456 ابن حزم الأندلسي. نعم 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 456 يعني زهاء 1000 سنة كثير. نعم. وهكذا في كتابة الفصل في الملل عند باب في كروية الأرض بحث كروية الأرض. نعم هذا العنوان ماله. شو يستدل بكروية هو هكذا يقول الأرض كرة هكذا والبراهين من القرآن جاية بدلالته. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. هذه مسلمة طالما أن الأعلى مكور تحبه مكور. هل قبل 1000 سنة صح يعني ينظر في هذا في تكوير في كون الأرض كرة. طيب أين المتأخرين الذين يعني أثبتوا الأرض كروية؟ ثم أحيانا يصحح هو يصحح ما جاء في كتبهم ويضيف عليها مثل نجاة جسد فرعون لم يكن في التوراة هذا. فالآن ننجيك لتكون لمن خلفك آية. غير موجودة عندهم في التوراة؟ لا 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 موجود. من ماذا عندهم؟ نعم. غرق ماذا؟ نعم يعني الله ما أكبر. نعم ليس عندهم نجاة هذا. نعم من أخبره؟ والآن ثبت هذا نجاة موجود. طيب من أخبره؟ الله. قصة ذي القرنين هذه التي يعني المفسرون حال فيها يعني وردت في القرآن كما ذكرها وسجلها المؤرخون المعاصرون لذي القرنين. هيرودوتس معاصر لذي القرنين نين. ذكرها كما جاءت في القرآن كما وردت في القرآن برحلاتها. سبحان الله كما وردت. وبعدين الاكتشافات الأثرية اللي حديثة ظهرت يعني ظهر لي هذا القرنين في الآثار يعني من أخبر هذا الرجل؟ الله يعني لو عدت إلى المفسرين يضربون في ذا القرنين كلام يعني هكذا كيف ما شاءوا. لكن لو طلعت على ما كتبه هيرودوتس والمعاصرون له لرأيته يقول يذكر كما ذكره القرآن تماما. من أخبر؟ ألا يوحى بأن أحدا قرأ مثلا وأسر للنبي عليه الصلاة والسلام قرأ كتاب هيرودوتس؟ منطق عجيب سبحان الله. يعني نعم.